تعالوا بقى نروح مع بعض على جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، واللي الحقيقة يعتبر من أهمها عنوان يعني ملفت جدا للنظر جه في جريدة الوطن اللي صرح به الرباع المصري محمد إيهاب وهو بطل مصر في رفع الأثقال. دي تصريح ملفت جدا للنظر ولازم نقف فيه مع هنا. الحقيقة مصر تعرضت لمؤامرة وحرماني من الأولمبياد، قرار غير منصف. يا هنا صباح الفل عليكي وتفضلي، احنا سامعينك، وزي ما سمعتي كده الخبر ده اكيد برضو من الاخبار اللي ملفتة للنظر، يا ريت تقول لنا شوية تفاصيل متعلقة بيه، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من جريدة اليوم السابع، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم آخر أخبار الصحف الرياضية. وبالفعل طبعا هيكون معانا خبر مؤسف جدا وهو حرمان البطل محمد إيهاب الحقيقة من خوض الحقيقة منافسات بطولة أولمبياد طوكيو. لكن في البداية خلوني أفكركم بمباريات اليوم. طبعا هيكون في مباراة ودية بين المنتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة 7 مساء. أيضا في بطولة كأس الأمم الأوروبية منتخب إنجلترا هيواجه كرواتيا في 3 عصرا، النمسا هتواجه مقدونيا الشمالية 6 مساء، وهولندا هتواجه أوكرانيا في 9 مساء. أيضا النهاردة هتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2021 والمباراة الافتتاحية هتكون بين البرازيل وفنزويلا في تمام 11 مساء. خلونا بقى دلوقتي نبدأ جولتنا الإخبارية بداية من اليوم السابع. منتخب مصر الأولمبي بيواجه جنوب أفريقيا في الودية الثانية بالسويس الليلة. النهاردة طبعا هيخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة كابتن شوقي غريب الودية الثانية للفريق أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، طبعا ضمن منافسات واستعدادات الفريقين لأولمبياد طوكيو. يعني خليني أقول إن في الودية الأولى قدر يفوز منتخبنا الأولمبي بنتيجة 2-0 وكانوا بأقدام اللاعب مصطفى محمد. يعني كمان من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين المنتخبنا الأولمبي في شهر يوليو المقبل في ختام الاستعدادات واستعدادات الفراعنة في أولمبياد طوكيو. كمان الخبر اللي انت ذكرته يا كريم وفعلا خبر مؤسف جدا من الوطن سبورت نيوز، وهو محمد إيهاب مصر تعرضت لمؤامرة وحرماني من الأولمبياد، قرار غير منصف. يعني كان علق البطل المصري بطل رفع الأثقال محمد إيهاب على قرار حرماني من خوض منافسات أولمبياد طوكيو بسبب العقوبة التي كانت توقعت على مصر بالحرمان من المشاركة في المنافسات الدولية بسبب تورط أكثر من لاعب مصري في تعاطي المنشطات. والحقيقة أنه كان علق وقال اللاعب محمد إيهاب خلال مداخلة هاتفية إن قرار حرمانه غير منصف وإن مصر تعرضت لمؤامرة كبيرة جدا، وكان أضاف إنه خضع لأكثر من 15 تحليل خلال العام ونصف عام الماضي وإنه تعرض لظلم كبير في قرار حرمانه من المشاركة بالأولمبياد. وطبعا ده خبر مؤسف جدا لجميع المصريين. يعني نروح لبوابة أخبار اليوم. اليوم نهائي فردي رجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث. تنطلق اليوم نهائي فردي رجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث ومؤهلة مباشرة طبعا لأولمبياد طوكيو الأول 3 مراكز، وأيضا لبطولة العالم للليزر رن خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري. يعني بتقام منافسات البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة طبعا المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وطبعا بتقام البطولة بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي. يعني منافسات اليوم طبعا هيشارك فيها أفضل 36 لاعب في البطولة. النهاردة طبعا النهائي ومن ضمنهم رباعي منتخب الوطني أحمد الجندي، إسلام حامد، مهند طارق، وأحمد أشرف. أخيرا من موقع روسيا اليوم، إنجلترا تحث المشجعين على عدم إطلاق صيحات خلال الجث على الركبة. طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المشجعين الحقيقة باحترام رغبة اللاعبين من الجث على الركبة كنوع من الاعتراض على العنصرية وحثهم على عدم إطلاق صيحات الاستهجان قبل مباراة بطولة أوروبا. يعني كان تعرض لاعبو إنجلترا خلال مباراتين وديتين كان لاعبهم الفريق لصيحات استهجان من بعض المشجعين قبل
هذا الشهر، يعني خلال الجثو على الركبة في حركة اشتهرت بواسطة حملة حياة السود مهمة ضد العنصرية، وطبعا كان شهدها العالم أجمع. وكان طلب الاتحاد الإنجليزي في بيان من المعارضين لهذا التصرف التفكير في الرسالة اللي بتصل للاعبين، وطبعا دعمهم ويفعلوا أفضل شيء للاعبين ويشجعوهم. يعني دي كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية اليوم. وقبل ما أختم كلامي، حابة طبعا أتمنى الشفاء العاجل لزميلتي العزيزة جدا نهاوند سري، وإن شاء الله ترجع تنور برنامج 10 الصبح في الأهلي في أقرب وقت. العودة ليك مرة أخرى يا كريم في قريبا جدا بإذن الرحمن. كل الشكر ليك يا هنا، ميرسي جدا نورتينا كالعادة.